بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، أن تجعل لساني عامرا بذكراك وقلبي مليئا بخشيتك، أنت حسبي ونعم الوكيل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت يا رب تجعل الصعب سهل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ مع بعض كورس ميكانيكا الإنشاءات 3 خاص بتالتة مدني هندسة الزقازيق، ونبتدي بأول شابتر اللي هو الستيفنس ميثود. احنا خدنا الترم اللي فات نفس الطريقة بس خدتها دايركت. كان بعمل ايه؟ انا عرفت ان الفكرة كلها ان الفورس بتساوي الكي في الدي، تمام؟ الاف بتساوي الكي في الدي، تمام كده؟ لما احط الدي دي بواحد فالكي هتساوي الفورس، بناء عليها بجيب الكي وبعدين اجيب الفورس نتيجة الاحمال، وبعدين ارجع اجيب الدي نتيجة الاحمال الموجودة في المسألة، تمام كده؟ كنت في طريقة الدايركت كنت بعمل ايه؟ بعمل موديلنج للمسألة واحط درجات الحرية المسموح بيه. ما دي طريقة تعتمد على الديسبليسمنت، فانا عارف ان النقطه الفري مثلا في التراس مسموح لها بالحركه او في الكور الراسيه، خلاص بناء عليه انا عارف درجات الحريه، احط كل درجه حريه بواحد واشوف بتجيب لي فرصة عامله ايه، والفرصة دي هتساوي الكي بناء على المعادله اللي قدام. طب هنا في الاسمبلي ميثود انا هبتدي دلوقتي في نفس الستيفنس ميثود بس طريقه تانية اسمها الاسمبلي، طريقه البرامج. أغلبية البرامج الهندسية بتعتمد عليه، بيعتمد بتشتغل ازاي؟ هو بيعتبر مثلا أنا هبتدي بالترس، بيعتبر إن عنصر من عناصر الترس إن جميع درجات الحرية هنا مسموح بيها وهنا مسموح بيها، وبعدين بناء على السبورتات بتشيل بقى درجات الحرية اللي مش عندك. يعني أنا عنصر زي ده نقطة فري مسموح لها بالحركة الأفقية والحركة الرأسية، صح؟ نقطة زي دي مسموح لها بالحركة الأفقية والحركة الرأسية، ده الطبيعي. طب لو هنا هنج، خلاص يبقى درجات الحرية دي بس المسموح بيه، تمام كده؟ فهو بيجيب مصفوفة محفوظة اسمها الكي لأي عنصر، ماشي؟ في الترس هنا عبارة عن 4 في 4، 4 أعمدة، من عند 4 إزاحات اهو و4 صفوف، وبعدين اللي انا محتاجه نتيجة الديجري اوف فريدم اللي في المسألة استخدمه، والباقي شيله، تمام كده؟ هي الفكرة كلها كده، تمام؟ نشوف كده. ها في الاول انا عارف ان المنشآت ديترمنت وان ديترمنت، قلنا دي طريقة من طرق حل المنشآت الان ديترمنت. المهم فهمنا الموضوع هيمشي ازاي، تمام كده؟ هستخدم انا دلوقتي طريقة اسمها الستيفنس ميثود الاسم البلين تراس. كنت انا الخطوات اراجع كنت بعمل ايه في الترم الاول، كنت ببتدي بعمل موديلنج للمسألة، عندي سبورت الرولر مسموح له بالحركة الافقية، لو رولر مايل مسموح له بالحركة الرأسية، لو نقطة فري مسموح لها بالحركة الافقية والرأسية، هنج مسموح له بالدوران بس انا كده كده مفيش مومنت في الترس، تمام؟ دي درجة الحرية بتاعتي، ماشي يا باشمهندسين؟ تمام. الافضل عندي انا هتشتغل دلوقتي هبتدي اخش في حاجتين، حاجة اسمها لوكال ستيفنس والجلوب. الافضل عندي انا اما اجي احط المسألة بتاعتي احط درجات الحرية ايه؟ اكس وواي، صح؟ طب لو انا عندي عنصر مايل كده الافضل ان انا اشتغل لوكال على المحاور اللوكال بتاعته اللي هي دي، ولا المحاور الجلوبال اللي هي اكس وواي بناء على الديسبلاي اسمنت اللي انا حطيتها دي؟ لا كده اشتغلها اكس وواي عشان ما ارجعش احلل، تمام كده؟ ماشي يا باشمهندسين. فالكيل لوكال بتاع اي عنصر عبارة عن المصفوفة اللي قدام كده، وكده كده بتبقى جيف. دي جت منين اصلا؟ العنصر اللي انا كنت لسه حاطه، عنصر امسح كده
عند عنصر عند عنصر قلت فيه درجتين حرية بحطهم كأن كل النقط مسموح لها بالحركة اهو، ده رأسي ده أفقي ده الرأس، ماشي كده. معلش الماوس، تمام. المصفوفة دي جت منين؟ وانا لما احط الدي واحد دي بواحد تجيب لي قوة عاملة ازاي؟ ايه في ايه؟ نفهم بس الموضوع جه ازاي وهتلاقي حل المسائل سهل. ايه في ايه على ال، تمام كده. تجيب لي الناحية التانية عكسها كده، ايه في ايه على ال. طب تجيب لي قوة رأسية، قوة رأسية لا بزيرو. طب اول نتيجة انك حطيت الدي واحد بواحد جاب لي ايه؟ جاب لي ايه في ايه على ال عند الدي واحد، عند الدي اتنين بزيرو، عند الدي تلاتة السالب ايه في ايه على ال اهي عكس الاتجاه صح، وعند الدي اربعة الرأسية جاب لي زيرو، تمام كده. طب عند الدي عند الدي اتنين هحط الدي اتنين دي اللي بواحد، ما تجيبليش قوة دي ما بتعمليش نورمال، خلاص يبقى كل العناصر زيرو اهو. هلاقي تاني عمود كله زيرو وهكذا. حط دي تلاتة بواحد تجيب لي كده ايه في ايه على ال، ايه في ايه على ال صح، وتجيب لي الناحية التانية عكسها نفس القيم. طب حط نتيجة عند الدي واحد ظهر ايه؟ سالب ايه في ايه على ال صح عكس الاتجاه ايه، هنا زيرو دي اتنين دي تلاتة دي أربعة وهكذا. فجبت الكيلو كال بتاع أي عنصر عبارة عن المصفوفة اللي قدامي دي، ماشي. تبقى عاملة ازاي؟ أول عمود ده واحد زيرو سالب واحد زيرو، تاني عمود كل صفار ده الأربع عناصر دول ينزلوا هنا أهم، ماشي كده. الأربع عناصر دول يطلعوا، ماشي كده يا باشمهندسين. دي الكيلو. طب قلنا احنا الافضل ليا ان انا اشتغل كي جلوبال، ليه؟ لان انا ببقى حاطط الديجري اوف فريدم جلوبال صح. طب اعمل ايه؟ خلاص حولهم لي من لوكال لجلوبال. عندي مثلا الاف لوكال اهي، اف لوكال في اتجاه العنصر المايل، لو عندي عنصر مايل كده. طب حللها لي بقى في الاتجاه الافقي والاتجاه الرأسي ده في اتجاه اكس وواي، تمام. دي تتحول اهي، تلاقيها دي اف ال واحد اللوكال اتضرب في كوزاين واللوكال دي اتضربت في ساين، فمطروحين من بعض، ماشي كده. يبدأ ياخد اف لوكال واحد واتنين عامل مشترك عشان يشوف التحويلة المصفوفة اللي بتحولها لي من جلوبال للوك، الاقي شكلها عامل ازاي. الاقي الترانسبو اهو، الماتريكس اللي بتحول لي من جلوبال للوك برضو محفوظة او جيفن في المسألة كده كده سهل. عبارة عن ايه؟ كوزاين برضو بنقسمها اربعة اربعة كده، كوزاين سالب ساين ساين كوزاين، يبقى اصفار الاصفار دي تطلع فوق ودول ينزلوا هنا، خلاص كده. ايه بقى كوساين وساين السيتا؟ زي الترم الاول، زاوية ميل العنصر مع الافقي عكس عقارب الساعة. يعني انا عندي عنصر كده وسميته من تحت لفوق اي بي، وادي المحور الافقي، يبقى عكس عقارب الساعة يبقى 90، عنصر الافقي يبقى الزاوية زيرو، عنصر مايل حسب زاوية الميل وهكذا عكس عقارب الساعة، تمام كده. طب الكي جلوبال لانها بتساوي التي في الكيلو كان انا لسه جايبها في التي ترانسبور. طب من الاخر يعني الكي جلوبال اللي انا عايزها بتاع اي عنصر هتساوي ايه؟ هتساوي كده ها اهي، تمام كده. عبارة عن ايه؟ كوزاين تربيع، برضو بتبقى جيفن في ورقة الامتحان بس على طول ادام هي معروفة نعرفها وخلاص عشان ما نضيعش وقت. كوزاين تربيع كوزاين ساين كوزاين ساين ساين تربيع، تمام. دول خدهم اضربهم في سالب ونزلهم تحت،
دول طلعهم هنا ودول نزلهم هنا، تمام كده؟ يبقى انا خدت لحد دلوقتي ايه، كي لوكال، اول عمود 1 0 سالب 1 0، تاني عمود كله صفار، الربع الاولاني ينزل في في الرابع، الربع التاني يطلع في التالت، وهكذا. الكي جلوبال اللي انا محتاجها في المسألة بتاعتي كوزين تربيع، كوزين ساين، كوزين ساين، ساين تربيع، اضربهم في السالب ونزلهم تحت، المربع الربع التالت ده يطلع في الاول او حسب اي حاجة، اي ربع مش فارقة، ده يطلع فوق ده ينزل تحت، تمام كده؟ يبقى انا لحد دلوقتي اعمل ايه؟ عايز اظبط بقى خطواتي. اول حاجه هعمل موديلنج المساله، احط الديجري اوف فريدم، وبعدين كل ديجري اوف فريدم عندها شويه عناصر مشتركه في النقطه اللي عندها، خلاص خد العناصر المشتركه في النقط اللي عندها ديجري اوف فريدم، وهات لي كل عنصر الكي جلوب، وبعدين الكي جلوب اللي انت جبتها لكل عنصر حط عليها الدرجات الحريه بقى المسموح بيها، انت حاطط المقيده والمسموح بيها، حط المسموح بيها الديجري اوف فريدم، وبعدين هنجمع. جبنا الكي، هات الفورس نتيجة الأحمال الموجودة في المسألة، وبعدين هات الدي ونشوف هنجيب الفورس الانترنال فورس ازاي. ماشي كده؟ ماشي، الموضوع سهل ان شاء الله. نكمل. ادي خطوات الحل. ماشي، ادي مسألة عايز اعمل اول حاجة مودن، حط الديجري اوف فريدم، الاقي عند الاي انا بسمي ابجد الاول، ايه عندها درجة حرية تبقى قبل البي والبي قبل السي وهكذا، الايه عندها حركة أفقية صح، البي مفيش، السي مفيش، الدي مفيش، الجي حركة أفقية ورأسية، اهو درجات الحرية دي 1 عند الايه، دي 2 ودي 3 عند الجي، تمام. اعمل ايه؟ انا عندي هنا كام عنصر مشترك في النقط اللي عندها درجات حرية؟ عندي عنصر 2 3 صح، 4 5 6، اخد كل عنصر اجيب له الكي جلوبال بتاعته، وعند العنصر ده كمان، ماشي كده؟ كل عنصر هاخده اجيب الكي جلوبال بتاعته واحط الديجري اوف فريدم عليه، تمام كده؟ ماشي يا باشمهندسين؟ تمام. نشوف، نبتدي بالعناصر الافقية، بعدين العناصر الرأسية، وبعدين العناصر المي، او كون جدول اي حاجة اللي تحبه، دي بتاعتك انت بقى. ماشي؟ ماشي اهو، ده كوننا جدول بالعناصر بزاوية الميل عشان اجيب الارقام من هنا على طول. خلاص انا هبتدي بالعناصر، العنصر الافقي اللي اسمه اي بي، العنصر الافقي اللي اسمه اي بي ده، ماشي، كي جلوبال، اهو كي لوكال بتساوي كي جلوبال في العنصر الافقي، ليه؟ ما هي هياها، يعني الإزاحات في اتجاه العنصر هي الإزاحات في اتجاه إكس وواي، صح؟ أهو اللوكال هو الجلوب، خلاص يبقى 1 0 سالب 1 0، وبعدين صفار دول ينزلوا هنا، دول يطلعوا هنا، تمام كده؟ طب إيه في إيه على إيه؟ لو كونستانت للمسألة كلها، خلاص خد الرقم، أنا إيه في إيه واخد عامل مشترك بره، ماشي كده؟ طب لو كل عنصر له ال معينة، ال اي في ايه هي اللي ثابت، و ال خلاص خد ال اي في ايه اقسمها على ال بتاع العنصر، خلاص جبت الرقم ده، ودي المصفوفة. طب انت جايب لي مصفوفة حاطط لي فيها كل درجات الحرية، دي درجات الحرية عند ال ايه ودي عند ال بي، طب انت محتاج ايه؟ ال بي كان عندها درجات حرية، نرجع كده، ال بي مفيش، الاي افقي بس، خلاص يبقى الاول ده بيمثل اي وبي، تمام كده، ده بيمثل الافقي وده بيمثل الرأسي، تمام كده. طب انا عندي رأسي عند الاي، لا هي افقي بس، خلاص يبقى دي 1 اول عمود واول صف، دي 1 خلاص كده، اهو ده اللي انا محتاجهم من المصفوفة دي، وهشوف هجمع ازاي دلوقتي، تمام كده. خش على العنصر الأفقي اللي بعده، أدي العنصر الأفقي اللي بعده نفس المصفوفة، بس الـ إف إيه على ال مختلفة، لأن أو هي هي، لأن الـ إف إيه ثابت
والال الافقية واحد، فالرقم هو هو. خلاص كونت المصفوفة برضو، ده اول اتنين بيمثلوا لي الدي، تاني اتنين بيمثلوا لي الجي، صح؟ تمام كده. طب نرجع للمسألة اهو، الدي والجي، الدي ما عندهاش درجات حرية، الجي عندها دي اتنين ودي تلاتة، نرجع كده اهي عندها دي اتنين افقي ورأس، يبقى اول عنصر اول عمود اسمه الدي اتنين اهو، وده اسمه الدي تلاتة. طب الدي لا ده عندها هنج ما عندهاش درجات حرية اصلا، تمام كده. يبقى التاني والتالت، التالت والرابع، والتالت والرابع في خلاص كده ماشي يا باشمهندس، تمام، موضوع سهل. خش على العنصر اللي بعده، خلاص ايه دي، ده رأسي، عنصر رأس الزاوية 90، خلاص ماشي. أكون بقى كي جلوبال، كي جلوبال بتاعتي اهي، صح، كوزين تربيع، كوزين ساين، كوزين ساين، ساين تربيع، ماشي كده. التسعين كوزين تسعين بزيرو اهو، ماشي، كوزين ساين بزيرو برضو بزيرو، ساين تربيع بواحد، خد دول الأربعة دول اضربهم في سالب ونزلهم تحت اهو، المربع ده خده طلعه فوق اهو، وده نزله تحت اهو، خلاص كده كونت الكي جلوبال بتاع الاي دي. طب عايز اعمل ايه؟ عايز اشوف درجات الحرية، الاي عندها ايه والدي عندها ايه، دول بيمثلوا لي الاي، ده بيمثل لي الدي. طب الدي ما كانش عندها درجات حرية، نبص كده اهي، الدي كانش عندها درجات حرية، الاي عندها افقي، صح، يبقى قلنا اول عمود بيمثل افقي، تاني عمود بيمثل رأس، خلاص ما نشغل جلوبال. ادي الاي، الاي عندها دي واحد وعندها رأسي دي اتنين، اول واحد بيمثل دي واحد الافقي وده بيمثل الرأس. طب انا عندي افقي بس، خلاص يبقى ده دي واحد اهي، ماشي، اول عمود واول صف، ماشي كده يا باشمهندس، تمام. اللي بعده، العنصر اللي بعده اسمه البي جي، ماشي، برضو كوزين تربيع كوزين ساين، وعوض بتسعين الاقي نفس المصفوفة اهي، ده اول عمودين بيمثلوا لي البي، معلش الماوس بس بيخرف، ده بيمثل لي البي، ماشي، ده بيمثل لي الجي. طب البي ما عندهاش درجات حرية، الجي عندها افق ورأس، خلاص الاول بيمثل افقي اللي اسمه دي اتنين، والتاني ده بيمثل الرأس اللي هو اسمه دي تلاتة في المودلنج بتاعي، ماشي كده، خلاص تمام، خلصت اربع عناصر. اللي بعد، خش بقى على عناصر الميل، الاي جي، فين الاي جي، ابص عليه بس عشان اشوف درجات الحرية، الاي عندها الافقي اول عمود، والجي عندها الاتنين بتوعهم محتاجه، ماشي كده. ادي الاي جي، ماشي، السيتا هنشوفها في المسألة عادي، نشوف الاي جي ده دوت من العنصر مع الافقي كام مقابل عمل مجاور، هات السيتا، كوزين السيتا هتا، وساين السيتا سهل، دي كوزين تربيع سهلة، كوزين ساين، كوزين ساين، ساين تربيع، اضربهم في سالب ونزلهم تحت، ده يطلع فوق وده ينزل تحت، تمام. دول بيمثلوا لي الايه، دول بيمثلوا لي الجي، الايه عندها افق رأسي عندها افقي، خلاص يبقى ده، الجي عندها ايه عندها افق ورأسي، خلاص يبقى ده وده، ماشي، يبقى عندي الاول والتالت والرابع، ماشي كده يا باشمهندسين، تمام. تمام. العنصر اللي بعده اهو السي جي، نفس الموضوع، السي ما عندهاش درجات حرية، الجي عندها افق ورأس، خلاص حطيتهم على المسألة، خلاص دي العناصر كلها اللي كانت مشتركة في ديجري اوف فريدم.
وبعدين انا عايز اجيب الكي النهائية، الكي النهائية انا عارف انها هتكون كام في كام؟ 3 في 3. ليه؟ انا عندي 3 درجات حرية. خلاص المقابل دي 1، المقابل دي 2، المقابل دي 3، دي 3 برضو، دي 1، دي 2، دي 3، ماشي كده. طب انا عايز اول عنصر ده اللي هو بيمثل لي الدي 1 مع الدي 1، خلاص هاتهم من من المصفوفات اللي قدامي دي، اي حاجة فيها دي 1 فوق ودي 1 في الجنب هجمع دي 1 مع دي 1، اهي دي 1 فوق هنا مفيش، دي 1 فوق اهي 0، خلاص كده. دي 1 مفيش، دي 1 مع دي 1 اهو الرقم ده، دي 1 هنا مفيش، يبقى اول رقم ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن 56.67 في 1 زائد 92.15 في 0.264، يديني الرقم ده. طب عايز تاني واحد، عايز دي 2، قلت ده دي 1، ده دي 2، ده دي 3، ماشي، 1 2 3. طب عايز الرقم ده اللي هو 2 فوق وواحد في الجنب، خلاص شوف 2 و1 هنا مفيش، 2 فوق و1 في الجنب مفيش، ده مفيش، 2 و1 ده مفيش، 2 و1 اهو، يبقى الرقم ده 2 و1 هنا مفيش، يبقى تاني كي 1 2 ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن سالب 0.264 في الرقم ده، وهكذا. عايز زي 3 3، جمع أي حاجة 3 3، ده هنا مفيش، هنا مفيش، 3 مع 3 أهو، 3 أهو الرقم ده، 3 أهو، يبقى الرقم ده 1 في 34 زائد 0.734 في الرقم ده زائد 0.61 في 56.55، تمام كده؟ وهجيب المصفوفة دي سهلة من التجميع. لو فاكر الترم الأول كنت بعمل، كنت أحط الدي 1 وأقول الأفقي كوزاي سيجما إيه في إيه على إيه كوزاين تربيعي، والرأسي سيجما إيه في إيه على إيه كوزاين ساين، والناحية التانية السالب الأفقي كوزاين تربيعي والرأسي كوزاين ساين، وأجيب أول عمود ومن الجدول أجمع وأجيب هي نفس الطريقة، بس دي طريقة ودي طريقة، ماشي؟ هنلاقيها نفس الارقام. حتى لو انت، انا جايب متعمد اجيب نفس المساله بتاع الدايركت عشان تقارن الارقام هنا وهنا، ماشي كده. خلاص جبت مصفوفه الكي، الموضوع سهل اهو، جبت مصفوفه الكي. بعدين عايز اجيب مصفوفه الفورس، خلاص كنت بعمل ايه؟ انا عارف انها تبقى 3 في 1، اهي مصفوفه الفورس اهي، شوف المقابل اللي دي 1 كام، مقابل الدي 2 كام، مقابل الدي 3 كام، مقابل الدي 1 0، مقابل الدي 2 16، مقابل الدي 3 سالب 55، اف بيساوي الكي في الدي، تمام. الفورس جبته، الكي جبته، خلاص الدي كي اس ماينس 1 في الاف على الآلة الحاسبة، جبت الدي 1 والدي 2 والدي 3 أرقام، تمام. ادي الفورس اهي، ماشي، اف دي بيساوي كي اس ماينس 1 في الاف، جبت الدهات اهي. وبعدين عايز اجيب تمام، نكمل نشوف بقى نجيب الفورس ازاي. نشوف طريقة الترم الاول والطريقة دي بتاع الاسمبل برضو. نشوف انا لو عندي عنصر مايل كده، عشان افهم بس، انا الافضل اجيب الفورس لوكال ولا اجيبها جلوبال اكس واي؟ لا، الافضل اجيبها لوكال. ليه؟ عشان القوة اللي تبقى في اتجاه العنصر تعمل لي نورمال، ودي ملهاش لازمة وخلاص، وارتاح مش لسه هحلل دي في اتجاه العنصر ودي في اتجاه العنصر واشوف القوة هتبقى عاملة ازاي، تمام. يبقى انا
في الكي اهم حاجه عندي الجلوبال، لان عامل ازاحات جلوبال اكس واي. طب في الفورس لا اللوكال. طب الاف لوكال هتساوي ايه؟ تساوي القانون ده، تساوي الكي لوكال اللي هي عباره عن ايه؟ اف ايه على ال، واحد زيرو سالب واحد زيرو، كل ده زيرو صح. ده قلنا اول ربع ده ينزل هنا، ده يطلع هنا، ده يطلع هنا، وخلاص دي الايه؟ دي اللوكال. طب التي ترانسبوز، التي اصلا كوزين صح، سالب ساين ساين كوزين تمام كده، وهنا كان هنا صفار، زيرو 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 زيرو، دول يطلعوا هنا ودول ينزلوا هنا. دي ايه؟ دي التي. طب التي ترانسبوز خلاص، اول صف ينزل عمود او تاني صف ينزل عمود، تالت صف ينزل عمود، وصف ينزل عمود. فعدد عبارة عن ايه؟ كوزين ساين سالب ساين كوزين خلاص. وزي نفس الطريقة الربع ده يطلع فوق وده ينزل تحت تمام كده تمام. طب عايز اشوف بقى اي عنصر اعمل معاه الطريقة دي، شوف عنصر افقي وعنصر الرأس وعنصر المائل، هي الفكرة واحدة تمام تمام. عنصر زي الاي بي، الاف الكي لوكال بتاعته محفوظة، اف ايه على ال، واحد زيرو سالب واحد زيرو، تاني عمود اصفار، وبعدين اهو ده يطلع هنا وده ينزل هنا ماشي كده سهلة. يبقى الكي لوكال سهل، تي ترانسبوز هتلاقي وحايد في العنصر الأفقي، هتلاقي القطر الرئيسي دي وحايد ماشي تمام. طب الدي جلوبال تمام، نشوف الدي جلوبال. دي جلوبال هشوف برضو للعنصر A B صح، هنشغل A B، ال A عندها أفقي ومفيش رأسي صح، ال B مفيش خلاص، يبقى ده أفقي ورأسي عند أول نقطة، وده أفقي وده رأسي عند تاني نقطة خلاص. أنا عندي إيه؟ عندي الأفقي بتاع أول نقطة أهو، الرأسي مفيش، نقطة بي مفيش خلاص كده سهلة. كي لوكال محفوظة لكل عنصر ثابتة، تي ترانسبوز هي اللي هتختلف ودي جلوبال هي اللي هتختلف. خلاص خد ده اضربه في ده، هتلاقي للأفقي هي نفس المصفوفة دي، هتلاقي نفس المصفوفة دي، ما دي مصفوفة الوحدة التي ترانسبوز دي العنصر الأفقي خلاص. اضرب دي في الدي جلوبال خلاص، خد صف اضربه في عمود، يبقى ده في ده، اديني رقم بالسالب، زيرو في زيرو، ده في زيرو، ده في زيرو خلاص، يديني سالب اهي سبعة وستة. مش دي أربعة في أربعة ودي أربعة، معلش الماوس، ودي أربعة في واحد، يديهم ضربهم أربعة في واحد تمام. تاني صف في العمود بزيرو خلاص كده، تالت صف ضربه يطلع الرقم بالموجب، وده زيرو. ده معناه ايه بقى؟ معناه ان انت عند نفس الطريق ده، انا قلت ايه؟ ده الافقي عند اول نقطة، ده الرأسي افقي رأسي برضو نفس الموضوع، انت مسمي العنصر اي بي، سمي العنصر اي بي اهو تمام كده. يعني ايه سالب سبعة وستة؟ يعني عكس الاتجاه كده. يعني ايه زيرو؟ يعني ده بزيرو طبيعي اصلا، مفيش قوة في الاتجاه ده. طب هنا على ان في نفس الاتجاه تمام، يبقى السبعة والستة دي تعمل لي تنشن ولا كومبريشن؟ تنشن تمام كده، يبقى العنصر اي بي في تنشن سبعة وستة من الأرض تمام كده يا باشمهندسين تمام. موضوع سهل، نكمل. شوف عنصر رأسي، عنصر رأسي
اللي اسمه اي دي، اي دي الكي لوكال برضه ثابته، اي في اي على ال، 1 0 سالب 1 0 اصفار، وبعدين سالب 1 0 1 0 او الربع الاولاني ينزله تحت والتاني يطلعه فوق وهكذا. خلاص دي كي لوكال خلاص. طب التي ترانسبوز، التي العادية كوزين سالب ساين ساين كوزين، قلنا بعد ما عملها ترانسبوز بتبقى كوزين سالب ساين، صح؟ ساين كوزين وتحت صفار، الصفار بتطلع فوق ماشي، ودول ينزلوا تحت. كوزين 90 بزيرو، ساين 90 بواحد، اهي كوزين ساين 90 بواحد في سالب بسالب واحد، ودي زيرو. خلاص كده تمام. خلاص انت بتحل مرة بتلاقي ايدك شغال، ده يطلع فوق دول ينزلوا تحت هنا. خلاص فاضل لي الدي جلوبال برضو، انا عندي نقطة البداية اول واحد ده الافق، التاني ده الرأس افقي رأس. خلاص كده عند الايه افقي كام اهو، رأسي مفيش، عند الدي مفيش افقي ولا رأس. خلاص كده خد ده خد ده دو اضربها في ده يديني مصفوف، هتلاقيها كلها صفار. ليه؟ ما هي او صف اضربه في ده تلاقي زيرو، ده اضربه في الكله هتلاقي زيرو، وهكذا تلاقي مصفوف صفار في الدي جلوبال تلاقي صفار، يبقى ما فيش كو. تمام كده تمام كله زيرو. نشوف عنصر تاني، شوف عنصر مايل مثلا برضو كي لوكال. موضوع سهل والله، سهل وبيتكرر والترم سهل، هتلاقي تراس سهل، بيم سهل، فريم سهل، مصفوفة وبنحط الدهات نفس ما بنعمل وشغالين. كي لوكال ثابتة زي ما انا حافظ، اف اي على ال، 1 0 سالب 1 0 اصفار، وبعدين ده ينزل هنا وده يطلع هنا. تي ترانسبوز كوزين سالب ساين ساين كوزين، هنا صفار هنا صفار، ودول ينزلوا هنا. خلاص جبت دي اهي تمام كده. الدي نركز بقى، اي جي اول واحد قلت الافقي عند الاي، الرأسي عند الاي، افقي عند الجي، رأس عند الجي، افقي عند الاي او الرقم ده، رأسي مفيش، الجي الأفقي أهو، الرأسي أهو. خلاص اضرب دول في بعض، صف صف في عمود يديني أول رقم ده، صف في عمود يديني الرقم ده، صف في عمود يديني ده، وهكذا. خلاص ضربت الاتنين في بعض دول صفيتهم كده، خلاص اضربهم في الدي، صف في عمود يديني أول رقم، صف في عمود يديني زيرو، صف في عمود يديني الرقم ده. معناه ايه بقى الارقام دي عند العنصر ايه اهو، عند العنصر ايه جي، ايه جي نفس الموضوع. خلي بالك انت جايب اف في لوكال عن اتجاه العنصر، يبقى ده عند الايه في اتجاه العنصر ماشي، والتاني رقم اهو، تالت رقم اهو، رابع رقم اهو، اول رقم 14 7 يبقى ده 14. معناه ايه ده؟ معناه ان العنصر ده عليه كومبريشن 14.7745. تمام كده. دي الفورس بجيبها ازاي في الاسمبلي. طب انا ممكن اجيبها رايح دماغي واجيبها بالدايركت، لو هو محتاج الفورس بس جوه كل عنصر اجيبها على طول. اجيبها ازاي؟ عند عنصر مثلا اسمه اي بي ار، عندي عنصر افق اهو، معلش عندي عنصر
وفق اهو تمام كده، عنده اللي اسمه اي بي على ازاحة اسمها او بين 1 3 4، ها يبقى القوة في العنصر دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اي في ايه على ال في الدلتا اللي حصلت في العنصر. الدلتا عبارة عن ايه؟ عن الرقم ده، يبقى اي في ايه على ال في الرقم ده يديني الفورس اللي هنا، جربها تلاقيها نفس القيمة اللي احنا جايبينها. ماشي، عنصر رأسي هكذا، عنصر مايل زي ده هضطر احلل بقى في اتجاه العنصر، احلل ده كوزين كده، واحلل ده ساين كده، واحلل ده دي سيتا كوزين كده، واجمع اشوفهم بيشدوا ولا بيضغطوا، واضربها اي في ايه على ال في الدلتا، محصلة الدلتا اللي حصلت دي. تمام يا باشمهندس، موضوع سهل. طب لو عايز رياكشنات، قال لي عايز الرياكشن عند ال A، خلاص ما انت جبت القوة جوه كل عنصر، القوة هنا مثلا طلعت كده، القوة هنا طلعت كده، القوة هنا طلعت كده، خد النقطة دي اعمل لها اتزان، سيجما اف اكس بيساوي زيرو، سيجما اف واي بيساوي زيرو، انا محتاج سيجما اف واي، عندي رياكشن هنا وعندي ايه؟ عندي القيمة دي، والقيمة دي في كوزاين الزاوية دي او ساين الزاوية دي، يديني رقم كمان كده. تمام، يبقى الواي تساوي الرقم ده زائد الرقم ده الرياكشن اللي هنا. عايز الرياكشنات اللي هنا، نفس الموضوع، خد نقطة دي اعمل لها اتزان. تمام يا باشمهندس، موضوع سهل سهل ان شاء الله. ها تمام اهو، دي بطريقة الطريقة الترم اللي فات، اي في ايه على ال في دلتا، عنصر رأسي اي في ايه على ال في دلتا. تمام، عنصر مايل بحلل في اتجاه العنصر، اجيب الدي وبعدين اي في ايه على ال في الدلتا اللي حصلت دي. تمام، نقول تاني كده احنا عملنا ايه. اول خطوة بعمل موديلنج المسألة، احط الديجري اوف فريدم، وبعدين الديجري اوف فريدم دي النقط اللي عندها العناصر المشتركة فيها، باخد كل عنصر اجيب له الكي جلوبال بتاعته. كي جلوبال عبارة عن ايه؟ كوزين تربيع، كوزين ساين، كوزين ساين، ساين تربيع، انزلهم تحت، اضربهم في سالب وانزلهم تحت، واعمل مقص. تمام كده، واحط على كل مصفوفة الدرجات الحرية المسموح بيها اللي انا حاططها على الموديل، وبعدين اجمع اجيب الكي، وبعدين اجيب الفورس ماتريكس، ويبقى كي اس ماينس واحد في الفورس ماتريكس، اجيب الدهات، وبعدين اجيب الفورس. الموضوع سهل ان شاء الله، نكمل ان شاء الله الفيديو الجاي البيم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.